تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، هل فيها دليل على إثبات جهة العلو لله سبحانه؟ نعم، يرون ربهم من فوقهم، يرون ربهم من فوقهم، ما هو يرونه بينهم ولا لا، من فوقهم يشرف عليهم سبحانه، يتجلى لهم فينظرون إليه مثل القمر والشمس، ينظرونها من فوقهم، هم يرونها في الأرض، يرونها في السماء من فوقهم. نعم.